السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من المشهد السوداني الذي نناقش فيه الواقع بكل تفاصيله ونسلط الضوء على أبرز أحداثه. في حلقة اليوم نناقش موضوع الخلافات بين الأحزاب السياسية حول موضوع التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكذلك ما أدلى به ياسر العطا بحسم الجدل المحتدم من أن قرار التطبيع صدر من المكون العسكري في بادئه، ونناقش مستقبل البلاد ما بعد التطبيع. يسعدني أن أستضيف معي داخل الأستوديو الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور محمد عبد الرحمن. مرحبا بكم دكتور. مرحبا بك باشمهندس ويس، مرحبا بمشاهدي طيب الكرام. دكتور اسمح لي في بداية الحلقة أن نشاهد معا هذا التقرير التالي. Well, thank you very much. It was beautifully stated, and I appreciate it. Bibi, would you like to say something? Well, I want to say that we are expanding the circle of peace so rapidly with your leadership, Mr. President, your able team. History in the making. Actually, we are all making history from the Emirates to Bahrain. مكالمة هاتفية أعلنت دخول السودان ركب المطبعين مع الكيان الصهيوني، المكالمة التي شارك فيها حمدوك بالإضافة للبرهان أشعلت جدلا وخلافات داخل الحاضنة السياسية للحكومة فضلا عن بقية الأحزاب من خارج الحاضنة. رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي هدد بسحب تأييده لحكومة حمدوك وإسقاطها في حال إقامتها علاقات مع الكيان الصهيوني، كما وصفت حركة الإصلاح الآن صفقة التطبيع مع الكيان الصهيوني أنها دعاية رخيصة لإعطاء ترامب رصيدا إضافيا في حملته الانتخابية. وأعلن حزب البعث السوداني سحب دعمه من حكومة حمدوك بعد توقيع الاتفاق داعيا جميع الأحزاب إلى الاصطفاف في جبهة واحدة لمقاومة التطبيع. وحمل القيادي في قحط ساطع الحاج حمدوك والبرهان مسؤولية التطبيع قائلا أن التطبيع يقود إلى انقسامات داخل حكومة الفترة الانتقالية، كما يعيد البلاد إلى مربع الديكتاتورية والتفرد في القرارات دون الرجوع إلى الحاضنة السياسية. وخرج عضو المجلس السيادي صديق تاور ليعلن أن القرار كان شخصيا من قبل البرهان وحمدوك دون استشارة السيادي ومجلس الوزراء. شد وجذب بين الأحزاب السياسية في من كانت له اليد الفعلية في التطبيع، فجاء الخبر اليقين من عضو المجلس السيادي الفريق ياسر العطا الذي قطع بأنه المكون العسكري. ولا يضيرنا شيئا، نحن الشعب السوداني قاتلنا مع إخوتنا العرب في كافة الحروب منذ سنة 48 من أجل استرداد الحق العربي. نحن يقيننا تماما الآن الدول العربية الأمة العربية ليس هي الآن في حالة حرب مع دولة إسرائيل إطلاقا، فليس هنالك ما يضيرنا أن تكون بيننا وبينهم اتفاقيات في المجالات المختلفة. وبعد زوبعة من الجدل لم تنتهي بين النخب حتى الآن، وما زالت أصداؤها تتردد عبر الوكالات العالمية، وما زال المواطن في صفوف الخبز والوقود وغلاء الأسعار المتزايد لحظيا، وسعر صرف الدولار المتفلت ينتظر وعود الحكومة التي أخبرته أن التطبيع ثمن لإنهاء معاناته. فهل سينعم المواطن بالراحة قريبا أم يقع مرة أخرى في خداع الساسة وألاعيبهم؟ نعم، إذا لعلنا نبدأ دكتور من السؤال الذي انتهى به التقرير، هل فعلا سيرتاح المواطن السوداني أم سيقع مجددا في ألاعيب الساسة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم. هذا طبعا قطعا أحلام زلوط زي ما يقولوا أهلنا، وهي أحلام فارغة يعني لا يمكن يتعجب الإنسان والله هل هؤلاء يعني مراهقون سياسيون أم هم سياسيين يعني يعرفوا ما يقولون. للأسف الشديد يا أخي رفعت في 2017 العقوبات عن السودان، ماذا حصل؟ لم يحدث شيء، لم يتغير شيء، لأنه الداخل لم يتغير،
لأن استعداد الدولة لأن تكون دولة حقيقية، لأن تنتج، لأن تستجلب رؤوس الأموال، لأن تعطي تسهيلات لرأس المال الداخلي ورأس المال الخارجي، لأن تحرك مواردها، لم يكن مهيئا، ولم تكن هناك إرادة سياسية حقيقية. لذلك لم يحصل شيء، ولم يستفد السودان شيء حتى من 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 رفع العقوبات. ظللنا كما نحن، بل كان التدهور مستمر إلى أن قامت الثورة وإلى أن سقط البشير. فهؤلاء الناس الآن بالمناسبة، تخيل أنه مباشرة بالمناسبة بعد رفع العقوبات في 2017 ارتفع الدولار على طول، وبدأ الارتفاع حقه لما وصل 60 جنيه. شفت كيف؟ الآن سيحصل نفس الأمر، وبيني وبينك الوقت سيحصل نفس الأمر. هو الآن في خلال هذا اليوم، يعني أنا ربما أقرأ لك من معلومات عن سعر صرف الدولار اليوم، يعني الكلام عن يعني الوصول سعر الصرف ل 277 لأنه حصول ضغط على طلب الدولار في السوق. هذا هو. فهي القضية يا أخي، لا يكذبوا على الناس، ولا 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 يأخذ الشعب زي ما يقولوا، واحدة من تعابير الثورة اليوم، ما يأخذوا الناس بالخلا ويأخذوهم من، في تعابير كثيرة كده قاعدين يقولوها ناس السودان، سوق الناس بالخلا، سوق الناس بالخلا وبالدقداق ومش عارف، وهذا بالفعل كده، هذا بالفعل هكذا. شفت كيف؟ لا، هذه ليست عصا موسى، ليس عصا سحرية غدا لا سيما والعالم اليوم كله يقول نفسي. أنا أقول لهم، حتى لما إذا كان الأمر مختلفا قليلا في 2017، وكان يمكن للسودان أن يستفيد، كان يمكن للأمريكان أن يتكلموا حقيقة مع العالم ليتعامل مع السودان، لكن للأسف الشديد لم يحصل. الآن العالم ليس في ذلك، في تلك العافية التي كان فيها في 2017، فلا يحلم السودانيون بأي شيء من هذا. ما في زول يا أخي ضد أن يرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لكن هناك ألف طريق يا أخي، كان يمكن للدولة هذه ألف طريق. لماذا لم يسلكها النظام السابق؟ لم يسلكها النظام السابق لأنه أيضا كان لا يحب الناصحين، وكان يظن أن هذه عنتريات يستطيع أن يفعلها بنفسه، وكان يظن أنه إذا أعطى غيره فرصة وأعطى المجتمع المدني فرصة سيسحب منه بعض الرصيد الذي عنده، والذي كان ينقص كل يوم. لذلك رفض. اليوم المجتمع المدني السوداني أقوى من الدولة، أقوى من الحكومة، لأنه هو الذي أسقط البشير وهو الذي أسقط حكم الإنقاذ. أين دور هذا المجتمع المدني السوداني حينما نرى دكتور، حتى لا يعني أيضا إحنا ذاتنا منسوق الناس بالخلا، يعني الآن الحاضنة السياسية لهذه الحكومة تخرج بيانات تلو البيانات، ولعلنا نكون واضحين في هذا الإطار، حزب المؤتمر السوداني والجبهة الثورية أعلنوا ترحيبهم بقرار التطبيع، في المقابل هناك يعني حزب الأمة القومي وحزب البعث و بالتالي أيضا الناصري، وبالتالي يعني أيضا يوجد الأحزاب الأخرى، حزب الشيوعي حتى رفض قضية التطبيع. بالنسبة للحزب الجمهوري طبعا موقفه معروف، لأنه حسم، يعني هو من دعاة التطبيع أصلا من الستينات والسبعينات، يعني موضوعه أصلا محسوم بالنسبة للحزب الجمهوري. لكن هذه الأحزاب وهذه الخلافات داخل الحاضنة السياسية، وكلام صديق تاور عضو المجلس السيادي بأنه ما يفزوا الاستشاره، وأن هذا قرار فردي من قبل البرهان وحمدوك، إذن أي مجتمع مدني هو أقوى من ذي قبل؟ يعني لا، أنا يعني دار أقول استبدل قرار البشير بقرار البرهان وحمدوك. لذلك أنا دار أقول كم يساوي هؤلاء كلهم في هذا الأمر؟ والله لا يساوي شيئا. طبعا هو الآن في اتفاق عمل وتطبيع، والآن في وضع آخر ينبغي أن يتعامل معه المجتمع المدني. شفت كيف؟ من جديد في قضية، والآن خلاص دفعوا الفلوس، وقضية رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. نحن الآن نلومهم على ما كان ينبغي لهم أن يفعلوه. يعني حتى الثورية ولا غيره ولا المؤتمر السوداني، كم يساوي من الشعب السوداني يا أخي؟ أنا كنت أتكلم عن النقابات والاتحادات وتجمعات المهنيين، وأتكلم عن 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 عن, عن الـ 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 كل الجمعيات العاملة، إذا كان جمعيات حقوقية ولا جمعيات خيرية ولا جمعيات ثقافية، كان يمكنهم كلهم أن يجتمعوا وأن يقولوا لأمريكا قد انتهى النظام الذي كنتم تحاربونه بهذه القوانين وهذه القرارات. الآن لماذا تعاقب الشعب السوداني عقابا جماعيا؟ بالمناسبة أنا أحمل حمدوك وأحمل عمر قمر الدين وأحمل كل هؤلاء بما فيهم، حتى نصر الدين هذا، خزل الدين هذا وغيره، أحملهم كلهم بالمناسبة هذا الملف، لأنهم هم الذين رفعوا معلومات خاطئة وملفات مزورة للإدارة الأمريكية، حتى وضعت السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، وحتى أقرت هذه القوانين
الجائرة التي عاقبت السودانيون السودانيين نعم. عقابا جماعيا نعم. أما تاور ومين والجماعة ديل الآن دورهم الآن. أنت يا تاور عضو مجلس سيادي ما دورك في اجتماعات المجلس السيادي؟ إذا كانوا هكذا قدم استقالتك هز هذه الحكومة، هز المجلس السيادي، لأنه ما عندك غير تسوي كده. أنت عايز تثبت موقف حقيقي. ما دلالة هذه التصريحات دون تقديم استقالات؟ دلالة التصريحات أن 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 أنهم إكليشة، إنهم زينة، إنهم ناس ما عندهم وضع ولا عندهم. هل زينة أم أن هذه هل هي زينة أم هل هم زينة أم هي تصريحات الاستهلاك المحلي؟ والله أنا داير أحسن الظن، أنا داير أحسن الظن بتاور وأقول والله هم ناس مغيبين، غيبوا برهان، غيب كل المجلس السيادي ما عدا طبعا المكون العسكري، لأنه وضح الآن من كلام ياسر عطا قطع طبعا، قال نحن الذين يعني بالضبط، وقال المكون العسكري هو الذي بدأ الأمر وهو. وبالمناسبة ياسر عطا يقول هذا الكلام ويتشدق به، هو يظن أن هذا انتصار للمكون العسكري وانتصار للجيش. والله هذه نقطة سوداء في تاريخ جيشنا العظيم في هذا البلد، نقطة سوداء أنا أقوله، وأنا أقول لقيادات الجيش من هذا المنبر، أين أنتم؟ هل الجيش يمثله ياسر العطا وبرهان وجاوا هؤلاء الناس؟ هؤلاء والله وصمة عار في جبين جيشنا وجبين قواتنا المسلحة. أين قواتنا المسلحة؟ والله نحن ندعوكم، نقول لكم هؤلاء الناس لا يمثلونكم البتة ولا يمثلوننا. هؤلاء الناس هذه خيانة، وخيانة عظمى. نحن يا أخي هذه خيانة لحكم الله وقانون الله، هذه خيانة لأقصانا، هذه خيانة لشعبنا الفلسطيني الذي يقتل كل يوم. إخوان الفلسطينيون، دكتور الشعب الفلسطيني الآن حتى المواطن مطبع، لا ما مطبع، المواطن السوداني بيقول لك الشعب الفلسطيني عايش حياة أحسن مني، ما اليوم الفلسطيني. طيب المشكلة شنو؟ هل أنت تريد أن تقايض حياتك ورفاهيتك وعيشك بأن تسلم الأقصى، مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم وثالث القبل الحرمين الشريفين؟ دكتور البعض يقول هذا الخطاب كنا نستمع له على مدار 30 سنة الماضية وفي النهاية ما حصلنا حاجة، يعني في النهاية يعني كنا قاعدين ساكت ووصلنا لهذا الوضع المزري. أنت هو عايزين نعمل شنو؟ غدا سيقول لك لا تصلي حتى يكون هناك رغد للعيش، ستفعل غدا؟ هؤلاء الناس يمكن أن يضربوا كل ثوابتك، سيحاولوا أن يبتزوك بكل شيء في عرضك ومالك وأهلك وأرضك. هؤلاء الناس سيبتزوك غدا أيها السوداني، سيبتزوك. ما تقول هكا الله سبحانه وتعالى هذا قوله. دكتور من التعليقات الطريفة التي كانت في السوشيال ميديا وتداولها، يعني تم تداولها على إنفاق يعني في داخل بعض النشطاء في السوشيال ميديا، أحد الشباب كتب، من الشباب الثوري كتب، يعني قال إذا كان التطبيع مع إسرائيل يبتغى منه رغد العيش، لماذا نجرب التطبيع مع الله ومع شرع الله ونشوف هيحصل شنو؟ والله أنا أتصور أن هذه صفعة، وصفعة قوية على وجه كل مطبع وعلى وجه كل داعي للتطبيع. يا أخي الكون ده حق منو يا أخي؟ لمن هذا الكون يا أخي؟ لمن هو؟ لله القوي العزيز الذي قال لنا بكل وضوح في قرآن نؤمن به يقينا قال لنا ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، وقال لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. والله سبحانه وتعالى كلامه لن يتخلف، البتة باشمهندس كلامه لن يتخلف. والله سبحانه وتعالى قال لنا هناك أناس سيأتوا، منافقين سيأتون ويقولوا يعني وترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. أليس هذا هو نعم. هو المنطق الحاصل اليوم؟ دكتور بالعودة إلى يعني التصريحات هذه، ياسر العطا قطع بأن المكون العسكري هو الطرف الدافع أو الطرف الذي بدأ هذه الإجراءات. أيضا يعني هذه الحالة في داخل الحاضنة السياسية، نحن نشهد غياب لوزير الإعلام عن التحدث في هذا الموضوع باعتبار مرجعيته للحزب النصري كما أشارت عدة مصادر. نحن يعني نرى هناك خطاب قوي ربما يأتي من رئيس حزب الأمة صادق المهدي بحديثه لإسقاط الحكومة، خطاب قوي يخرج من حزب البعث لتشكيل جبهة عريضة يعني تقاوم هذه القرارات. هل ترى بأن قحط الآن أصبحت منقسمة على نفسها بموجب هذا القرار ويمكن أن تتضعضع هذه الحكومة بسبب هذه الخلافات؟ أنا أتصور هذا حقيقة ماثلة الآن. القحط منذ زمن وهناك خلافات داخلية كثيرة على كثير من التفاصيل وضحت للعيان ولكل السودانيين. الآن مع هذا الموقف، مع موقف التطبيع،
هناك ودي واحدة، دي واحدة من الأسباب الحقيقية لرفض هذا التطبيع، لأنه واحدة من أسبابه السلبية الواضحة جدا هي 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 هي, هي انقسام المجتمع السوداني. وبفضل الله تعالى، بفضل الله تعالى هؤلاء الذين يقفون مع التطبيع أو يتكلمون عن التطبيع أو يحلمون بالخير الذي يأتي منه، قلة قليلة الحمد لله، حتى في السياسيين قلة قليلة، ناهيك في الشعب السوداني، الشعب السوداني بفضل الله تعالى في غالبيته العظمى وسواده الكبير لا يحبون اليهود ولا يحبون التطبيع، ويعلمون تماما أن من وراء هذا شر مستطير سيأتي من وراء العلاقة مع إسرائيل. هذا أمر هؤلاء الكل يعرف دور الكيان الصهيوني في قضية فصل جنوب السودان، وبالتالي ما طبعاً يعني سينتظر الناس ما الذي يمكن أن يحصل في الأيام القادمة. ياسر العطا قطع بأن الحكومة أقدمت على هذه الخطوة وقال نحن لا نتوقع مساعدات من أمريكا وإسرائيل حسب قوله، يقول إنما هم مفتاحان للعالم، بمعنى أن التطبيع لا ينتظر له ثمن. طبعا هم طبعوا تطبيع مجاني، ولا حتى قضية أن يفتحوا لهم البوابة حقت العالم. يا أخي بوابة العالم دي فشلت أنت دبلوماسيا أن تفتحها، فشلت أنت يعني من, من, من خلال قواك الحية أن تفتحها، فشلت هيفتحها لك أمريكا وإسرائيل كيف؟ How are they going to do that؟ كيف يعني كيف من الذي إسرائيل دي حتمشي للدول الأوروبية ولا حتمشي للناس وتقول لهم والله تعالوا استثمروا مع السودان وانت وضعك السياسي سيء، وضعك الاقتصادي سيء، وضعك الأمني سيء، من الذي سيأتيك؟ من الذي سيأتي ليستثمر عندك ولا يسوي عندك وانت ما قادر تحل قضاياك البسيطة في داخل البلد؟ انت تستطيع ان تدفع 335 مليون دولار لأمريكا، بالمناسبة انت قايل لك شنو جيزية؟ هي جيزية والله رحم الله زمان كانوا يدفعون الجزية عن يد وهم صاغرون. اليوم حكامنا قاعدين يدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرون. انت عندك القروش تدفعها كلها، ما قدرت تحل مشكلة ناسك في خبز يأكلونه. يعني دكتور ربما هذه القضية منفصلة عما نتحدث عنه، لكن اسمح لي في قضية هذا التباين في الآراء بخصوص التطبيع مع الكيان الصهيوني داخل مكونات قوى الحرية والتغيير، أنا أخذ معي عبر الهاتف من الخرطوم أستاذ نصر الدين العماس، باحث والمحلل السياسي والقريب من قوى الحرية والتغيير. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، تحية لك وضيفك الكريم. أهلا بك أستاذ نصر الدين. يعني البيانات التي تأتي من أحزاب المكونة لقوى الحرية والتغيير متباينة تباين شديد ما بين المؤتمر السوداني الذي رحب بخطوة التطبيع مع الكيان الصهيوني وكذلك الجبهة الثورية. نشاهد هناك الحزب الشيوعي وحزب الأمة ربما في خطاب عالي، وأيضا حزب البعث. هل ستؤثر هذه التباينات في الموقف من التطبيع على تماسك قوى الحرية والتغيير وتماسك الحكومة بالتبع؟ هو من الواضح أن في موضوع التطبيع هناك عزم واضح من المكون العسكري داخل الحكومة أو داخل الأمير السيادي، بالمقابل هناك تردد كبير واضح من داخل المكون المدني. منذ أيام قليلة رئيس الوزراء صرح بأن التطبيع أمر موكل أو مراق بالحكومة المنتخبة وأنهم ليسوا مفوضين لهذا الأمر، ولكن المؤكد أن الحكومة قد خضعت لابتزاز أمريكي ودخل التطبيع فيما دخل من صفقة لرفع اسم السودان من قائمة العقوبات الأمريكية. نعم. شاهد أن المواقف الحرية والتغيير متباينة، ولكن أعتقد أن ردات الفعل حتى الآن لا تساوي هذا القرار وما يترتب عليه من تبعات. الأحزاب المؤيدة ربما كان حزب المؤتمر السوداني الوحيد الذي أوضح ترحيبه بالفكرة، الأحزاب الثانية الرافضة، وأنا كنت أتوقع قرار مثل قرار التطبيع أن تصعبه ردات فعل أقوى من الأحزاب العقائدية، حينما أقول ذلك عني الأحزاب اليمينية واليسارية على حد السواء. يعني حزب الأمة القومي، حزب أحزاب البعث المختلفة وسمياتها، الحزب الشيوعي السوداني، الحزب الناصر، هناك أحزاب لديها قضايا قومية أو إسلامية مثبتة وواضحة، ولكنهم حتى الآن لم يسفر عن شكل نعم. واضح الموقف. نعم. الموقف الأقوى كان من زعيم حزب الأمة الصادق المهدي، لكن الفريق أول عبد الفتاح البرهان قبل قليل في مقابلته عبر التلفزيون القومي فجر مفاجأة بأنه قال يعني أنه قبل ما نمشي لموضوع التطبيع إحنا قابلنا سنهوري من حزب البعث وقابلنا
الصادق المهدي واستشراهم في حكاية التطبيع وما كان عندهم مشكلة حسب قول البرهان، وقال فقط هم ربطوا المسألة بالمجلس التشريعي وإجازة الموضوع في المجلس التشريعي. نعم أنا أعتقد أن حتى موقف حزب الأمة والإمام الصادق المهدي لم يكن موقفا واضحا، هو تحدث عن سحب الدعم للحكومة الانتقالية حال وصلت في موضوع التطبيع، ويتكلم حتى عن إسقاط الحكومة، يتكلم عن إسقاط الحكومة شعبيا. نعم، هو الخميس أصدر بيان على فيه أنه سينسحب من سيسحب دعمه من الحكومة الانتقالية حال أقدمت على التطبيع. بعد ذلك ب 24 ساعة الحكومة أقدمت على التطبيع، كان متوقع أنه البيان الثاني يكون أقوى ويسحب ويعلن انسحابه كلية من الحكومة الانتقالية أو من قوى الحرية والتغيير اتجاهه لمناهضة القرار من الوسائل السلمية الأخرى، ولكن هذا لم يوضح. ولعل حديث البرهان قد يكون ما يؤكده المواقف الضعيفة التي بذلت يعني أحزاب البعث على أعتقد حزبين أو ثلاثة فيهم واحد حزب البعث السوداني أصدر بيان وهو على شاكل بيان حزب الأمة، أيضا أعلن سحبه تأييده للحكومة الانتقالية. أنا يعني لا أفهم معنى هذه العبارة سحب تأييد، إما أنك أن تكون شريكا لك ما لك وعليك وعليك، وإما أن تخرج بالمرة تستقيل كامل من كل المناصب. نعم تستقيل من كل المناصب ويبقى موقف واضح، لكن تعالوا نستحبك لتأييدك أنا هذه عبارة فضفاضة. نعم، من خلال قراءتكم هل هذه المواقف المتباينة الآن يمكن أن تفتح الباب أمام تحالفات جديدة؟ يعني أحزاب من داخل قوى الحرية والتغيير ممكن ربما تتحالف مع أحزاب من خارجها؟ هي أصلاً بغض النظر عن موضوع التطبيع هذا الحرية والتغيير لديها من المشكلات ما لديها، والمفارقة أن تكاد تكون جميع أحزاب قوى الحرية والتغيير قد نادت بإعادة هيكلة الحرية والتغيير وبإعادة إصلاحها، ولكن من دون خطوات واضحة في هذا الإطار. الحرية والتغيير الإمام الصادق المهدي علم منذ فترة تجميد عضويته في داخل الحرية والتغيير، أحزاب كثيرة جدا لديها بعض المواقف من التحالف، ولكن أنا أعتقد موضوع التطبيع وموضوع اتفاقية السلام التي تمت وكثير من الشواهد والمسارات السياسية التي تجري الآن ستقود إلى قيام تحالف جديد. نعم. الحرية والتغيير في فترتها السابقة كانت مشاكسة، لم تكن حاضنة سياسية للحكومة بالمعنى، أي أنها لم توفر دعم للحكومة بقدر ما أرهقت الحكومة بكثير من القضايا، وبالتالي تباين الحرية والتغيير ما بين أقصى اليمين لأقصى اليسار جعلها مقعدة. الحرية والتغيير أعتقد أنها لم تتفق على شيء بعد سقوط البشير، لم يكن لديها برنامج واضح، اختلفت عن البرامج الاقتصادي، اختلفت على كثير من الأمور، وبالتالي وجود أو نشوء تحالف جديد أمر أعتقد أنه ما ليس منه بد لتكملة الفترة الانتقالية. دعني أختم معك بهذا السؤال، هل يمكن أن نتوقع أن هذه الأحزاب الرافضة الآن قد تقدم على إسقاط هذه القرارات عبر المجلس التشريعي بعد تكوينه؟ لا أعتقد، حتى المجلس التشريعي جرت في الفترة الأخيرة عديد المفاوضات، الآن هناك أشياء سياسية جديدة داخلة بنسب مختلفة، موضوع النسب ذاته في المجلس التشريعي اللي حدثت فيه تغييرات، والمجلس التشريعي ذاته وقيامه ظل الشعب السوداني منذ تكوين الحكومة ينادي خارج العديد المواقف ينادي بتكوين المجلس التشريعي، ولكن حتى الآن لم يتم تكوين المجلس التشريعي في ظل غياب المجلس التشريعي. هو البرهان تحدث قبل قليل أنه يتوقع تشكيل المجلس التشريعي قريبا، وقال بأن هذه الاتفاقيات ستعرض على المجلس التشريعي، ولكن حميتي تحدث قبل ساعات وقال أنه حتى إذا تم تكوين المجلس التشريعي فسيتم الموافقة على هذا الأمر، وبالتالي يبدو لأن هذا الأمر محسوم من قبل المكون العسكري ومحسوم من جهات خارجية كبيرة جدا، وأعتقد أن الموضوع ربما يتطور إلى ما هو أبعد من الحرية والتغيير ويؤثر على المشهد السياسي ربما. هل يمكن أن تنفجر يعني أصلا حقول الحرية والتغيير يعني تنفجر مكوناتها وتتشظى عقب هذا القرار، أم أن الأمر لن يصل إلى هذه الدرجة؟ لا، أنا حتى الآن ردات الفعل الموجودة لا توحي بذلك. لو كانت هناك مواقف قوية من بعض الأحزاب أعلن بانسحابها وسحب ممثليها داخل الحكومة كنا نتوقع ذلك، ولكن حتى الآن مضت 3 أو 4 أيام على هذا القرار، الحزب الشيوعي بكل مواقفه الواضحة سابقا ينتظر اجتماعا غدا إلى تحديد موقفه، وأنا أعتقد أن قرار التطبيع
ليس من القرارات التي تحتاج وقت كبير للدراسة. هم أنت حزب سياسي عندك موقف عقبي أو قومي أو غيره تجاه يعني قضية محددة، وبالتالي أصلا موقفك يفترض يكون من الثوابت. ولكن أن تجي إلى المشاورات وإلى المفاوضات وإلى المزيد من التشاور، فهذا يعني أن ما وراء الأمر ما وراءه. وأعتقد أن الحرية والتغيير تعني أن هذا الأمر سيترتب عليه بعض التغييرات على المشهد السياسي، وبالتالي هي تمارس ما يشبه بالإنحناء حاليا حتى تمر هذه العاصفة، وحينها يبقى لكل حادث حديث. نعم أستاذ نصر الدين العماس الباحث والمحلل السياسي، شكرا لك، كنت معي من الخرطوم. دكتور يعني أستاذ نصر الدين كان واضح بيقول أصلا قول الحرية والتغيير عندهم مشاكل، هذه البيانات ستضيف يعني مشاكل مشاكلها، لكن أشار إشارة مهمة يقول إن مستوى البيانات الهادئة التي خرجت حسب وجهة نظره، وأنها حتى هذه السقوف خاصة بالنسبة للأحزاب العقائدية يعني سقوف منخفضة، تشي بأن ما قاله البرهان من أنه فعلا تمت مشاورات قبل هذا الأمر لعله أن يكون له نصيب من الصحة. هل تتفقون مع هذه الرؤية؟ طبعا، لأنه الموقف على كل حال إلا أن تأتي الأيام القادمات بشيء آخر، لكن الموقف الآن يدل على 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 على, على ذلك، لأنها كانت بيانات باردة، كنا نتوقع أن يكون هناك مواقف الآن، ليس بيانات، التطبيع أصبح واقعا، وهؤلاء الناس يتكلمون الآن على حفل توقيع، يتكلمون الآن على الذهاب إلى واشنطن للتوقيع، ويتكلمون على قضايا مثل هذه. فواضح أن الأمر حتى لم يبدأ في الوقت الذي بدأ فيه، وإنما بدأ منذ زمان، واضح جدا. يعني لا يمكن لوضع لتطبيع كهذا أن يتم خلال هذه الفترة القصيرة، ذلك يعني أن الأمر بدأت مناقشته منذ مجيء هؤلاء الناس إلى سدة الحكم، شفت كيف؟ فلذلك يعني إذا بالفعل هذه الأحزاب التي رفضت تريد أن تتخذ موقفا حقيقيا يعني يحفظه لها التاريخ ويحفظه لها الشعب، عليها أن تقف موقفا قويا اليوم لتقول لهذه ليخرج الصادق المهدي ويدعو لإسقاط هذه الحكومة وتخرج هذه الأحزاب التي رفضت. لأنه القضية الآن ما هي قضية والله البرهان وحمدوك ووقع، القضية الآن بقت كلام واضح. القضية الآن في مشروع شغال، ومشروع كبير جدا شغال. نحن لما نقول الكلام ده الناس قاعدين يقولوا والله انتوا قاعدين تهوموا وقاعدين تسووا، لا، المشروع ده شغال يا ناس، المشروع ده شغال تماما وماشي، وقضية التقسيم ماشية، ودي تباشير هذا الأمر، ودي بداياته، دي طلايع هذه القضية. نعم. يا جماعة، قضيتنا نحن مع اليهود قضية ما قضية سياسية، ما هي قضية سياسية البتة. حتى جماعتنا دي للجماعة الأيديولوجيين الآخرين اللي بيفتكروا إنه والله في قومية عربية وفي مش عارف إيش وفي حتى هذا دينهم، فلينصروه، لينصروا قناعاتهم هذه، لينصروا هذه القناعات. لأن اليهود معروف أخي، زي ما قلنا دي الناس يعني لا عهد لهم ولا ذمة، الله قال كده، وتاريخهم يقول هذا الكلام، تاريخهم الطويل منذ عهد الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلم، هؤلاء لا عهد لهم ولا ذمة. لذلك أنا يعني لا يكلمون الناس عن تغير العالم وعن الحريات والديمقراطية والفهم الجديد، هذا لا يغير كلام الله جل وعلا، لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الله سبحانه وتعالى يعلمهم تماما. فهؤلاء الناس سيبقى عداؤهم لنا، عداؤهم حتى للسودان الطالع من الخمارة، شفت، طالما أنه يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وموجود في السودان كشعب مسلم وبلد مسلم على كل متحدث باللغة العربية، يعني هذا طبعًا معروف يعني. فلذلك أخي يعني أنا لا أتوقع، أقول لهم من هذا المنبر، هؤلاء الأحزاب الآن وقت الموقف القوي الذي ينبغي أن تتخذه، اسقطوا هذه الحكومة. إذا سقطت هذه الحكومة أنا أبشركم أن كل هذه القضايا بإذن الله تعالى ستلقى بجرة قلب. نعم. البرهان تحدث في مقابلته، ولعلنا يعني قد نفرد وقتا آخر لمناقشة تفاصيل هذا اللقاء، لكن تحدى أنه حينما تفتح الحملات الانتخابية أن ينزل أي حزب سوداني إلى الشارع ويكون عنده برنامج ويقدمه للناخب السوداني يستهدف يعني قطع العلاقات مع الكيان الصهيوني وقطع العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وقال أنا بتحدى. فحينما سأله المذيع بأنه أنت جايب الثقة دي من وين، قال يعني أنا قراءتنا للواقع السوداني وقراءتنا للشعب. هل يعني فعلا المجلس العسكري هم لديهم قراءة واضحة للشعب السوداني ويدركون ما يحتاجه المواطن فعلا؟ أبدا، ده تضليل،
ده تضليل واضح. لكن دكتور هو كلامه ده سؤال مش فيه باب يعني انه حكايه انه والله هل في حزب حيرفع شعار قطع العلاقات؟ طبعا في احزاب باذن الله تعالى سترفع، والله حتى بعض الاحزاب المحسوبه على العلمانيه سترفع. الان ما في احزاب محسوبه على العلمانيين ورفضت، لما لا سترفض؟ لانه بالمناسبه انا اقول العماس بيقول لك الحزب الشيوعي اللي هو لسه دار يتخذ موقف واضح، لسه بعد اجتماع، لسه مؤخر الحكايه دي. معلش، لعله يريد، لعل الاجتماع ده يريد ان يتخذ به موقف اقوى، لعل الاجتماع ده يريد ان يتخذ به موقف لا يتوقعه. ولكن قال لك في الامور العقائديه دي اللي لها علاقه بايديولوجيا الحزب ما بتنتظر كل المؤتمرات دي، ما حاجه واحد زائد واحد يساوي اثنين. هذا مفترض، لكنه الان الحزب الشيوعي في ذات نفسه هو عنده اشكاليات. الحزب الشيوعي في ذات نفسه، انا على قناعه كامله ان الحزب الشيوعي كثير من قياداته الموجوده في الحكومه الان لو قال لهم اخرجوا من الحكومه لن يخرج، في البعض لن يخرج. اقول والله يا اخوي احنا لقينا وزاره ولقينا وظيفه، وانت عايز تودينا ثاني الشارع عشان نمشي نبقى سواق تاكسي في فرنسا؟ لن يقبلوا منهم ذلك. لعله الحزب الشيوعي لعله يريد ان ان, أن نحن الحزب الشيوعي لا نعول عليه، انما نعول على هذا الشعب. نحن نقول لشعبنا والله يا شعبنا انت خرجت من اجل معاشك، وخرجت من اجل يعني اصلاح حالك، لماذا لا تخرج من اجل دينك يا اخي؟ لماذا لا تخرج؟ الله سبحانه وتعالى هو صاحب هذا الكون، وهو الرزاق ذو القوة المتين، ليس هؤلاء ولا واحد منهم، لا برهان ولا حمدوك ولا أي واحد منهم. والله إذا أراد الله لك معيشة ضنكا هؤلاء والله لن يستطيعوا أن يصلحوك ولا بشعرة. ولو أراد الله لك الخير والعافية والله هؤلاء لو اشتغلوا الليل والنهار مع اليهود والنصارى وكل العالم إن شاء الله لن يضروك بشيء أبدا. لذلك احنا نقول للشعب السوداني ده هطلع اسقط هؤلاء الناس، قاعدين تعملوا شو؟ منتظرين تسوي شنو؟ ها؟ بالمناسبة بعد هذا التطبيع أسمع مني، هو لما رفعت العقوبات ارتفع الدولار، لما عصينا رب العالمين الدولار حيجي في محله؟ ها؟ فتشوا اللي يوقفوا لكم يلا، وفتشوا يا شعب يا سوداني اللي يجيب لكم تاني الخير. ها؟ لن يكون أبدا. هذا كلام منطقي، دي سنن كونية الله سبحانه وتعالى لا يحابي فيها أحدا أطول. ما في كلام، شفت كيف؟ تقيف مع ربنا إن تنصروا الله ينصركم، ما في، شفت كيف؟ إلا تنصروه، الله قال كده، فقد نصره الله. ها؟ انتوا ما تنصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تنصروا دين الله سبحانه وتعالى، وما تنصروا إخوانكم، وما تنصروا أقصاكم. بالمناسبة الناس دي شغالين حفريات ليهم سنين، ناس صوروها ليكم وجابوها افتح في اليوتيوب. هؤلاء الناس يريدوا أن يسقطوا المسجد الأقصى ده اليوم الذي يشعروا أن الدول العربية والدول الإسلامية أو على أقل تقدير غالبيتها ترضى بالكيان الصهيوني وترفع حالة الحرب معه، صدقني سيفعلوا ما سيفاجئونكم. لأنه للأسف الشديد أصبح الآن الحديث عن النخوة وعن الشجاعة وعن الدين والاستشهاد في سبيل الله والكلام ده بقى للأسف الشديد عند هؤلاء المثقفين في بلداننا كلام ممجوج وكلام أصبح يعني كده حاجة ما. لكن إن شاء الله تعالى شباب الإسلام وشباب السودان بالذات، شباب السودان بالذات لقد جربوا هذا، جربوا أن يكونوا مع الله سبحانه وتعالى. والله يا شباب السودان كونوا مع رب العباد وسترون بأم أعينكم ماذا يمكن أن يحدث. والله قلة منكم اليهود يا جماعة، كم؟ والله لا شيء. قولوا لا، كما قالت كل الشعوب لا. الكويتيين يا أخي يا باشمهندس، الكويتيين ديل ناس لا عندهم مشكلة ولا دايرين حاجة ولا عندهم شيء، يقف اليوم بصلابة وقوة حكومة وشعبا وأميرا ضد هذا الجرم الضخم الكبير. يا أخي أنت 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 تقر اليهود على ظلمهم للناس؟ نتنياهو ما سمعته قال شنو؟ قال الخرطوم خلاص ما عادت عاصمة اللآت الثلاثة، يعني ما تكلمونا تاني تقولوا لي قال عاصمة النعمات الثلاثة. أيوة أصبح عاصمة النعمات الثلاثة الآن. الآن نتنياهو يضحك عليكم واليهود يضحكوا عليكم ويرسل 5 مليون دولار في شكل دقيق، يعني 5 مليون دولار دي قسما بالله العظيم الدنيا أنا فرصة غدا أجمع عليكم من المغتربين دين من مغتربي دولة واحدة، ها يجمعوا لكم 5 مليون دولار. وقتس 5 مليون دولار، 5 مليون دولار دي أصغر تاجر رأسمالي في السودان يطلع، بيعتونا رخيص ورخيص جدا للأسف. دكتور كان يعني ياسر العطا والبرهان في لقائه قبل قليل أيضا كانوا واضحين في حكاية أنه ما في معونات جاية من أمريكا ولا من الكيان الصهيوني. البرهان كان واضح حينما سأله المذيع أنه منافع، تكلم عن منافع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب، لما أصر عليه المذيع أنه يعني لازم تكون في منافع مقنعة لقضية التطبيع مع الكيان الصهيوني أجاب بشكل واضح أنه لا منافع مباشرة من التطبيع مع الكيان الصهيوني، إنما
فقط أنه إحنا بتكون دولة ما عندها عداء مع أي دولة تانية، وبالتالي بتكون أوضاعنا في الوضع العالمي يعني في المزاج العالمي ومراعاة للوضع العالمي بتكون كويسة. لكن قال إحنا ما عندنا حاجة راجلناها بشكل مباشر. لما قال له طيب يعني هتستفيدوا شنو من الحكاية، قال له والله يا أخي إحنا عندنا درافت لعلاقات الأربعة أو خمسة مجالات هنشتغل فيها مع الكيان الصهيوني، ممكن منها الزراعة والتكنولوجيا والهجرة. وهنا برضو موضوع الهجرة ده يعني هو غالبا ربما يشير إلى قضية إعادة اللاجئين السودانيين، وحتى ربما بعض سلط الضوء على إمكانية تقبل السودان لمهاجرين آخرين غير مرغوبين في الكيان الصهيوني وتوطينهم في السودان بحسب التسريبات يعني اللي طلعت. حينما يكون هذا هو الحديث أنه ما في منافع مباشرة، لماذا لم يقم السودان بمقايضة مواقفه بمنافع مباشرة دايركت؟ يعني حكاية دي تكون ب 5 مليار دولار، 10 مليار دولار، 20 مليار دولار، على الأقل الناس تطلع من أزمتها. للأسف باعونا رخيصا، قلت لك نحن تم بيعنا بدون مقابل لكيان الصهيوني. إذا كان ده البرهان يقول رئيس مجلس السيادة في البلد يقول والله نحن لا ما ده الكلام قالوا نتنياهو قال نحن ما قايضنا أي شيء ولن نعطي أي شيء، نحن عملنا سلام الأقوياء، سلام من أجل السلام بس، ما سلام من أجل الأرض ولا سلام من أجل مقدسات ولا سلام من أجل أي حاجة زاد. وممكن الإسرائيليين يقولوا ليه والله معليش يا نتنياهو كان شنو كان حيجيب من جيب أبوه؟ نتنياهو كان عنده في خزينة إسرائيل مال عشان يجيبه عشان يكبه للسودانيين. نتنياهو يعيش أزمة كبيرة جدا، أزمة اقتصادية حتى في إسرائيل زيه زي أي بلد في الدنيا تأثر اقتصادها. ويقول لك الزراعة، زراعة شنو؟ نحن إسرائيليين يعلمونا الزراعة نحن؟ يعلمونا نحن الزراعة؟ الله أكبر، والله ده كلام غريب يا أخي. يا أخي نحن نعلم جدودهم الزراعة. يقولون نحن لكن ما الناس بتتكلم عن تقنيات زراعية وكذا. التقنيات الزراعية دي لا توجد إلا في إسرائيل، التقنيات الزراعية دي لا توجد في تركيا، لا توجد في الصين، لا توجد في ألمانيا، بل عندهم ما هو أفضل، بل عندهم ما هو أفضل، بل وأرخص، بل وبدون إشكاليات وبدون تدخل وبدون وجود جواسيس في شكل مهندسين وشكل حيجوكم. أنتم ما شفتوا حاجة لسه يا سودانيين، أنتم لم تروا شيئا، سيأتيكم ما لم تحلموا به من الوضع الأمني السيء، من المشكلات الضخمة، من حتى نقل. هؤلاء الناس يدينوا لإلههم، اليهود يدينوا لدينهم ولإلههم وعقيدتهم، بضرك أنت، بضرك. هؤلاء يمكن أن يأتوا في الزراعة دي بكثير جدا من المشكلات ومن الأوبئة ومن حدث كثيرة التي حصلت في دول تانية. طبعاً حصلت في دول تانية. اسمح لي في إطار قضية التطبيع أن أخذ معي عبر الهاتف من الخرطوم أستاذ ياسر العبيد، الباحث والمحلل السياسي. مرحبا بك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ ياسر، حقيقة هناك جدل كبير في الساحة السياسية وفي عموم السودان داخل وخارج السودان. هناك إشكالية ما بين المكون قحط الحاضنة السياسية للحكومة وأيضا المكون العسكري، في تبادل اتهامات بأنه تمت المشاورة في قضية التطبيع وما تمت المشاورة، وأيضا هناك جدل يعني لا يخفو عن هل هناك منافع من هذا التطبيع أو ما في منافع. أيضا هناك جدل أنه هل التطبيع ده مرتبط مع رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب ولا ما مرتبط. أنتم كيف تقرؤون كل هذا المشهد؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على رسول الله. هذا الأمر يشغل كل أجهزة الإعلام والوسائل في العالم خارج السودان، ولكن لا يشغل الشعب السوداني ولا يشغل المواطن السوداني في شيء. هذه يعني إحنا تعلمنا من هذه الحكومة التي فقدت كل شيء أن تستعمل حقن مخدرة كل مرة من المرات لكلب الشارع عن مسائل كثيرة جدا، ولذلك تطلق البالونات والمطرقعات حتى ينتهي الشارع السياسي بقضايا عن القضايا الأساسية التي تحيط به، قضايا الاقتصادية وقضايا الأمن وما إلى ذلك. هذه كلها قضايا الآن عينية شعب السودان. لا أفتكر مثلا في التطبيق، حتى اليهود نفسهم يعلمون أنه لا يمكن أن تطبع بيد الذي لا يملك للذي لا يستحق. هذه كلها لعبات سياسية مكشوفة، وبدليل أنه الذين يصنعونها الآن هم أفراد وأشخاص وليست أجهزة. إذا كان يخرج عضو مجلس السيادة ويدعي أنه لم يعلم حاجة
شيئا عن هذا التطبيع، لا في مجلس قيادة ولا من جديد. صديق تاور رد عليه البرهان قبل شوية، أستاذ ياسر رد عليه البرهان قبل شوية حينما سئل، صديق تاور يقول بأنه ما يعني تمت مشاورة الموضوع في مجلس السيادي، البرهان أجاب بأنه تمت مناقشة هذا الموضوع في مجلس السيادي مرارا وتكرارا، ويمكن صديق تاور ما كان حاضر. ده كلام يقال على أجهزة رسمية في دولة، أن نصدق من؟ نصدق من ونكذب من؟ هذا 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 عوز وهذا تشوه في أمر الحكم في السودان. هل تعقب البلاد بهذه الطريقة؟ أن يأتي رئيس مجلس السيادة يقول اجتمعنا وناقشنا، وأن يأتي أعضاء يقولوا لم نناقش ولم نستمع؟ هذا كلام عجيب يا أخي. وأنا أفتكر أنه شوف هذا التطبيع لن يكون له حجم ولن يكون له ثقل حتى عند اليهود، لأنه لم يأتي من قواعد الشعب، لم يأتي من حكومات منتخبة، ولم يأتي من أشياء من أشخاص يظن فيهم حسن الظن ويعتقد بأنهم هم يمثلون البلد. هؤلاء ليسوا مفوضين، شهادة حملوها، ودوك رئيس الوزراء قال لسنا مفوضين تصويتا أن نوقع مثل هذا التطبيع. نعم. ثم جاء من بعد ذلك آخرون قالوا والله نحن هذه الحكومة حكومة انتقالية ومفوضة. من الذي فوض؟ لا نعلم. حتى الحاضنة السياسية التي أتت لهذه الحكومة لا تمثل واحد على عشرة من السودان. نعم. ما الذي تتوقعه أستاذ ياسر؟ ما الذي تتوقعه بعد مرور هذا الموضوع، موضوع التطبيع؟ هل نحن أمام يعني سقوط هذه الحكومة وسقوط حاضنتها، تفتتها، استمرارها بنفس حالتها، تمتين أكثر للمكون العسكري؟ احنا شفنا البرهان الليلة في مقابلته طالع بالبدلة، ومؤخرا أصبحت لقاءاته كلها بالبدلة والجلابية والعمة، فيعني هل نحن أمام تمتين أكثر لوضع العسكر في الشأن السياسي؟ شوف يا أخي، هذه الحكومة سيسقطها الشارع بالجوع وبالندرة وبالحياة الاقتصادية السيئة جدا، لا أكثر ولا أكثر من ذلك. فهذا التطبيع لا يعني سبحان الله، لا تجد في نصف الشعب السوداني أحد يتكلم عن هذا الموضوع باعتبار أنه موضوع فارغ لا أساس له، فيه غير متجذر في الشعب السوداني. أنا أفتكر أنه الآن العسكر حقيقة يعني أخذ التفويض الشعبي من السخط، يعني السخط الشعبي على الحكومة المدنية وتحليل الحكومة المدنية كل سوءات الفشل، هذا يعتبر العسكر أنه تفويض، ويحاولوا أن يأخذوا رضا وموافقة المكون الخارجي سواء كانت المكون العربي إمارات السعودي أو كان مكون أمريكي أو إلى ذلك، بفرق على قيمة لها. نحن الآن في السودان نعاني من مشاكل كثيرة جدا، والحكومة لا تعبأ بها ولا تناقشها. يا أخي أنا الآن أحوم في مدينة الخرطوم في العاصمة، وفوق من الوقود بآلاف عشرات الآلاف من السيارات تمتد كيلومترات، ويقف الناس يومين وثلاثة ليتحصلوا على وقود، علما بأن اليوم الوقود أصبح ب 120 جنيه للتر. أيوة، هو بالرغم من ذلك غير موجود غير متوفر هذا الأشياء الذي يعلنوه، والآن البلد تعاني من أزمة الخبز وتعاني من أزمة في المواصلات وفي الدواء وما إلى ذلك. هذه الحكومة عندما جاء انحراف 21 أكتوبر استغل العسكر هذا الصخط وهذا الغضب الذي ضبطه الشعب على هذه الحكومة ليلتقطوا وينسرقوا منهم من الشعب السوداني تفويضا غير معلن وتفويض غير شرعي. لكن أستاذ ياسر ألا تتفق معي؟ وكنا قبل أن نتصل بك اتصلنا بالأستاذ نصر الدين العماس وسألناه عن قضية ردود الأفعال من الأحزاب، وتكلم أن ردود أفعال الأحزاب العقائدية من هذا الموضوع كان ضعيفا جدا ودون المستوى. بالمقابل نحن يمكن أن نرصد أنه لم تخرج حركة في الشارع قوية ترفض هذه القرارات، فإذا كيف تقول بأن هذا القرار يمكن أن يسقطه الشعب؟ يا شيخنا أنا أقول لك شيء، لا تسمع كلام قبل كده الحمدوك طلع في الإذاعات العالمية وقال أن الإسلاميين ليس لهم وجود ولا يمثلون شيئا في الشعب. طيب أنت ليه يعني هذه الإجراءات الخمرية وهذه الإجراءات التعسفية في قتل الكباري وقتل المدن وإنزال آلاف العساكر
اللي يفضوا الناس بمئات الالوف من الغاز المسيل الدموع والرصاص في حق الناس. افتح للناس يعبروا عن ترى راي الشعب. الان الشعب مغيب تماما عن الاعلام، الشعب الان مغيب تماما عن اي تدريب. افتح الكباري، افتح الطرق، افتح الميادين، تعرف راي الشعب، تعرف من هو الشعب وماذا يقول الشعب. اما ان يخرج الناس تقفل كل كباري في العاصمه وتقفل كل الاسواق وتقفل كل الموادين وبقانون غير معروف تضرب الناس بالرصاص وبالغاز المسيل للدموع. نعم. كيف انت كيف الشعب كيف يعبر عنه؟ اوقفه سلبا او ايجابا معه، افتح. طب وقفل تقفل البلد كيف يعني؟ هذا الرجل الذي يتكلم غير صادق غير امين. كيف تقول انه ما في الاقتصادي المعدي عارض؟ الاسلاميون يعارضون. لا، ولكن البرهان تكلم بوضوح في مقابلته قبل قليل وقال هو استشار الصادق المهدي واستشار سنهوري من الحزب الشيوعي، والاثنين كان ما عندهم مانع في قضية التطبيع وما عندهم مانع بأي حاجة تأتي بمصلحة للشعب السوداني بحسب كلام البرهان، فقط إذا عرضت على المجلس التشريعي. وقال يعني الآن التصريحات دي يعني ما متناسبة مع المشاورات التي تمت قبلا. ويا أخي، هل هي حالة عافية؟ هل هذه الحالة حالة متعافية؟ يعني يكذب هذا ويصدق هذا وينفي هذا ويقول هذا، يعني يصدق من يعني؟ أنا لا أدري يعني يصدق من ونأخذ من، يعني من يصدق من يعني؟ إذا كان الصادق المهدي يعني انسحابه من المؤتمر أمس، مؤتمر الوسطية، وهو كان على رأسه ويريد أن يقدم ورقة في ذلك، وانسحب ببيان رسمي أنه يشارك احتجاجا على التطبيع، ثم يأتينا صديق تاور يقول والله مع التطبيع باعتبار أننا قومين عرب، ثم يخرج الحزب الشيوعي ببيان رسمي انه هو ضد التطبيع، وهذا التطبيع لم يفعله ولم يقوله يوم من الايام. انا ما اعرف تصدق من وتكذب من. الشيء الوحيد الذي يجب ان نصدق هو الشعب السوداني. اذا اردتم ان تعرفوا راي الشعب السوداني فليفتحوا للناس الطرقات وليفتحوا للناس الكباري المرور ليعبر الشعب السوداني عن عن عن, عن هويته وعن ارادته. شكرا. هذا كله كلام لا قيمه له، واليهود يعلمون ذلك. اليهود يعلمون أن التطبيع مع السودان لا قيمة له الآن في حكومة غير شرعية وغير مكلفة. شكرا أستاذ ياسر عبد الله الباحث والمحلل السياسي، شكرا لك، كنت معي من الخرطوم. دكتور، يعني من النقطة الأخيرة توقف عندها أستاذ ياسر عبد الله، بيقول حتى يعني اليهود نفسهم بيعرفوا أن هذا التطبيع مع السودان لا قيمة له. صحيفة هارتس الصهيونية يعني ربما كان لها تصريح يعني مفاجئ اليوم، وتكلمت أن التطبيع مع السودان مدعاة للحذر أكثر منه للاحتفال، لأنها قالت يعني عقدت مقارنة، قالت بأن الدول الملكية مثل البحرين أو حتى الإمارات يعني هناك عائلات مسيطرة على الحكم يمكن أن تضبط حركة الشارع حينما تتخذ هذه القرارات. أما قالت أن قيادة السودان المكونة من ذراعين هما مجلس السيادة المؤقت والحكومة برئاسة حمدوك هيكل هش ومعرض للانتقاد من قبل الشارع الذي يعيش حالة هيجان ومظاهرات مستمرة بسبب تردي الوضع الاقتصادي. وبالتالي يعني ترى الصحيفة قالت لا يوجد هناك ما يضمن أن الحكومة ستكون قادرة على تحمل الضغوط الداخلية وعدم تأجيل تنفيذ اتفاق التطبيع تماما، كما لا يوجد ضمان بأن الحكومة التي ستأتي بها الانتخابات القادمة في السودان لن تلغي الاتفاقية. أنا أتصور هذا تحليل منطقي وصراحة عاقل جدا، هذا تحليل عاقل. هم الصحافة الصهيونية معروفة دائما انها بتذكر الحقائق كما هي. ايوه، ده تحليل. انا اتصور تحليل ناضج، ده تحليل ناضج لزول بيذكر حقائق. لكن هل هذا يقود البعض، علق على مثل هذه يعني الكلام، قال ان الانتخابات القادمة لن تؤدي الى حكومة تأتي بالاتفاقية. البعض اشار الى ان الان دخلنا في مرحلة جديدة من تسلط الحكم الفردي تحديدا للبرهان بالشراكة مع حمدوك، وربما ساطع الحاج كان الأوضح في هذا الإطار، وتحدث عن أنه كون أن الشخصين يقطبان على هذا الفعل بدون استشارة للحاضنة السياسية، نحن عندنا عدنا إلى الدكتاتورية. لا، وهذا أنا أفتكر ده مؤشر جيد، ليس مؤشرا سلبيا. هذا إذا وعى الشعب السوداني ووعى الثوار حقيقة في البلد دورهم الحقيقي،
إذا علموا أنهم إذا اقتنعوا أنهم لابد لهم أن يقيموا دماء إخوانهم الذين سقطوا من أجل الحرية ومن أجل أن يكون هناك تعددية ومن أجل أن يكون للشعب رأي في قضاياه وفي أموره الاستراتيجية والأصلية. إذا لم ينسى الثوار هذا وإذا لم يضحوا بجهدهم وبدماء إخوانهم إن شاء الله تعالى الذي كتبته يدعو تحرنوت هذا هارتس هذا سيكون صحيحا 100%. ستتغير الحاضنة السياسية بالكامل بالمناسبة. وأنا أقول للبرهان يا أخي أنت أخطأت ودي خيانة عظمى أرجع منها لا بأس. البرهان يقول يا أخواننا أنتم ما تمسكوا في أيديولوجيات قديمة صيغت في بداية القرن الفات، ده كلامه الليلة يعني قبل قليل، ويتكلم برضو هبش يعني عدة أطراف، يتكلم عن أيديولوجيات قديمة، يتكلم قال الناس بتكلم عن قومية عربية وحدة عربية ربما شوي إلى أحزاب البعث، قال ديل يفترض يعني دي حاجة انتهت وما في الآن حاجة اسمها زي دي، وأشار أيضا للحزب الشيوعي قال الناس حتى بتبنوا الاشتراكية وأيديولوجيات قادمة من خارج الحدود للسودان يفترض الناس تعيد النظر فيها وتلغيها. نحن يا باشمهندس لا نتكلم عن ايديولوجيه، نحن نتكلم عن دين، نتكلم عن هويه. ما البرهان برضو شايف الحكايه دي ايديولوجيه قديمه. بهذا هو سيكون عنده حكم اخر. اذا يقصد الدين ايضا ويقصد ما ذكر ما ذكر ما ذكر الدين لكن يعني هو بيتكلم عن الفكره السياسيه. أن يذكر هذا لانه ما حيقدر يرجع بيته، لانه لن يستطيع ان يعود الى بيته. إلى خاصة بيتي أسرته أبوه ولده بنته زوجته لن يستطيع. ابتدر لقاء التطبيع أصلا بالتهنئة والتبريك بمناسبة يعني ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستطيع إلا أن يفعل ذلك. أنا أقول لك لن يستطيع. هذه لوحدها اعتراف كامل بأن هذا الشعب السوداني شعب مسلم، شعب عميق في دينه، شعب محب لدينه. لا يمكنك أصلاً أن تمرر عليه. كون ياسر العطا يطلع أمس والليلة يطلع البرهان ويحاول في هل فعلاً الحكومة تشعر بحرج وضغط؟ طبعاً تشعر بحرج وضغط. الحكومة الآن بالمناسبة الناس الآن بدوا حتى أحياناً خارج المساجد بس كده يهتفوا، أحياناً الناس يطلعوا يتكلموا، وسائل التواصل الاجتماعي مليئة بالكلام. الناس ذي السودانيين يا أخوي، الناس ذي قاعدين يمشوا عزا وقاعدين يمشوا كده وقاعد يقابلوهم الناس، وعنده ابن عمه بيجيوا وأخوه بيجيوا، أي زول فيهم؟ والله الواحد أنا متأكد جداً أن أمهاتهم إن كنا أحياناً وهم نساء السودان المسلمات أنا متأكد جداً هم في حرج كبير حتى مع هؤلاء مع هؤلاء هم في حرب. أخي لن يمر هذا الأمر، ستتغير الحاضنة، ستتغير هذه الحكومة، الحاضنة كلها ذاته حتتغير، كل الحاضنة المتشاكسة دي، كل الحاضنة الفاشلة دي وحكومتها الفاشلة دي ستتغير بإذن الله تعالى. وحين يتغير ذلك الكلام اللي قالوا الإسرائيليين ده كلام صحيح تماما. أول حكومة منتخبة، نحن قلنا الكلام ده أكثر من مرة، أول حكومة منتخبة حتشتت لهم الكلام ده بالكلية، لأن السودانيون يعلمون تماماً من هم اليهود وما هو تاريخهم. اليهود دول دخلوا فلسطين كيف؟ وبيقوا عندهم دولة ذاته كيف؟ الله نحن ننسى التاريخ ولا شنو؟ الإبادة والاحتلال، إبادات واحتلال وأخذ أراضي الناس، كل المستوطنات الموجودة دي بنيت على أنقاض قرى ومدن صغيرة وكفور كلها بنيت على 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 أنقاض. هذا الخرائط موجودة والتاريخ موجود والصور موجودة. وين هؤلاء؟ هذا كان غاصب. هؤلاء محاربين إلى اليوم، يحاربونك الليل والنهار. حتى السودان الآن في حرب مع اليهود بالمناسبة، ما يفتكروا التطبيع ده كلام بتاع سياسيين. نتنياهو كلام واضح وحيستمر في قضيته دي وحيشتغل. ده زول ده من ورثة ثيودور هيرتزل في أن دولة إسرائيل من الفرات إلى النيل، وشغالين على الكلام. دكتور هل التسويق الذي تم في ربط قضية رفع السودان من قامة إرهاب وقضية التطبيع والبرهان حينما تزنق في الحكاية دي، يعني المذيع يعني زي ما يقولوا خدته في حتة ضيقة، أنه هل هناك إذا قال لا يعني دي يعني هو في دفع للمبالغ للرفع من قامة إرهاب لكن التطبيع يعني بيحسن ظروف السودان. نحن نشهد دول مثل الجزائر، نشهد دولة مثل تونس يعني ودول كثيرة في العالم حتى في داخل الأمم المتحدة. نحن نعرف أن كثير من الدول الأفريقية تعارض يعني القرارات الصهيونية أو حتى أي مشروع قرار بيكون داعم من الصهاينة، وفي نهاية الدول دي عايشة أمورها سالكة يعني. وعلاقاتها مع أمريكا ممتازة وليست في قائمة إرهاب وعلاقاتها مع أمريكا ممتازة، بل إلى اليوم فيها جماعات قاتلت مالي وين كل كثير من هذه الدول الأفريقية
التي علاقاتها اليوم بأوروبا وبفرنسا سمنة على عسل. نعم. أنت لأنك عندك أنت مستهدف، أنت مستهدف أن تفتت، أنت دورك معروف في المنطقة الأفريقية، دورك معروف في المنطقة العربية، أنت عندك موارد ضخمة، أنت عندك موارد في الأرض وموارد بشرية وموارد مائية، أنت 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 أنت, أنت مثار، أنت مثار طمع، وهذا كلام واضح معروف، ما يقول لنا انتم بلدكم فيها شنو، لا نحن بلدنا نعرف ما فيها. هؤلاء الناس طامعون في هذا كله، طامعون دكتور في ذلك. حتى نختم يعني المشهد بشكل عام، اليوم هناك تفاقم في ازمه الخبز، تفاقم في ازمه الوقود، ندره وصفوف كثيره، الدولار يزيد، الوساطه الجنوبيه تتحدث عن تاخر في تطبيق جداول السلام بتاعه اتفاق سلام جوبا، وتكلم يعني مطوق تكلم عن حكايه التاخر دي، وأيضا الأمم المتحدة فاجأتنا بتقرير جديد حول منطقة أبيي، والكلام على أن هناك هجوم، هناك حالات يعني هجومات متبادلة، وأن قضية أبيي رغم تحسن العلاقات بين جنوب السودان والسودان ما زالت معلقة وكده. تعليق سريع حول هذا المظهر، والسؤال هو هل نحن أمام مسلسل جديد بعد تنقية الأجواء في يعني دارفور والنيل الأزرق وكده؟ لن يتركوننا يا باشمهندس، لن يتركوننا أبدا، ننعم بأمن ولا ننعم بسلام. هؤلاء الناس هكذا بالمناسبة، وإذا بحثت في بواطن الأمور ستجد أن اليهود وراء هذا الأمر. نحن ما قاعدين نعلق، ما يقولوا شماعة ومنطقة مش عارف سموها شنو، نحن أخي نتكلم عن أناس الله قال حيحاربوكم، والله قال دي المفسدين في الأرض، فسيستمروا مفسدون في الأرض إلى أن تقوم الساعة. هؤلاء الناس يا شعب يا سوداني، والله الذي لا إله إلا هو، هذا حمدوك وهذا البرهان، إذا تركتموهم، إذا لم تخرجوا لإسقاطهم، وأتكلم أيضا لإخواننا في قيادات الجيش، القيادات الحرة الراقية، القيادات القوية التي تعلم أن هذا هراء، وأن هذه أحلام وردية، عليكم جميعا أن تتحركوا قبل فوات الأوان، وإلا والله ستندمون ندامة الكسع. شكرا لك دكتور محمد عبد الرحمن على مشاركتك معي في هذه الحلقة. وبالختام أعزائي المشاهدين، أذكركم بأننا نسعد دائما بتلقي أسئلتكم واقتراحاتكم من خلال التعليق عبر وسائل التواصل الاجتماعي. الملتقى في مشهد سوداني جديد بإذن الله، لذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.